ولا يرضون إلا بذلك. الكافر ما يرضى إلا بذلك، إلا أن تتخلى عن دينك. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وودوا لو تكفرون، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فلا يرضي الكفار. فالآن اللي ينادون بالحوار مع الأديان الثلاثة، وهم يريدون بذلك إننا نعترف بدينهم، ودينهم باطل، كيف نعترف به كفر؟ ما نعترف به كفر. يريدون أننا نعترف بدينهم ثم أن نتخلى عن ديننا. يريدون الأمرين، يريدون أولا أننا نعترف بدينهم، نقول أنتم على دين صحيح وحنا على دين صحيح. هذا لا يجوز، نحن لا نصحح الكفر ولا نعترف أنهم أن دينهم صحيح. ثم لا يرضيهم هذا أنك تعترف بدينهم، بل لا بد أن تترك دينك. ويقولون إذا قلت إن دينكم صحيح، قال وجل ما دمت اعترفت إن ديننا صحيح لماذا تخالفنا؟ تعال معنا علشان نأيدك وعلشان ننصرك وعلشان نكون معك ونحميك. هذا اللي يريدون. فالواجب على المسلمين أن يتنبهوا لدسائس الكفار، لا يقنعون منهم بدون الكفر، لا يقنعون. يبون منكم تعترفون إن دينهم صحيح، إذا اعترفتم من دينهم صحيح يقولوا لماذا تخالفوننا؟ تعالوا معنا، هذا باعترافكم من ديننا صحيح، خلونا نجتمع على ديننا ونتعاون. هذا من كيد الكفار، هم جايين معنا أبد، لكن يبوننا نجي معهم، هذا اللي يريدون. نعم، صاروا من الخاسرين في الدنيا والآخرة لأنهم ضيعوا دينهم، ولا سعادة لهم إلا بهذا الدين. فإذا ضيعوه خسروا الدنيا، الدنيا ما حصلت لهم، اللي فعلوا هذا الفعل علشان الدنيا ما تحصل لهم، وخسروا الآخرة. فلو أنهم بقوا على دينهم وتمسكوا به لأفلحوا في الدنيا والآخرة. ولو حصل عليهم ما يحصل، لو حصل عليهم ما يحصل يصبرون، يصبرون، لأن هذا من الجهاد في سبيل الله. ما حاصل على الناس اليوم مثل ما حصل على أهل أحد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع هذا صبروا وجلدوا ولم يتنازلوا ولم يضعفوا ولم يجبنوا، بل صمدوا كالجبال الرواسي. نعم، ولولا ذلك ما انتصر هذا الإسلام، لولا هؤلاء الرجال والله ما انتصر هذا الإسلام. نعم، فما انتصر إلا بشجاعة الصحابة وقوتهم وقوة إيمانهم وصدقهم مع الله سبحانه وتعالى. نعم، إن قول النصارى الله ثالث ثلاثة هذا صحيح، إن كان عندكم استعداد تقولون هذا وتشهدون لهم، ما مسلم إن شاء الله بيقول هذا. إن قول النصارى الله ثالث ثلاثة، أو قول اليهود إن الله بخيل، إن الله فقير ونحن أغنياء، يد الله مغلولة، توافقونهم على هذا؟ ما توافقونهم على هذا. وأيضا المشركين ما يرضون إلا أن تقولوا إن عبادة الأصنام صحيحة، وإن عبادة القبور والأضرحة صحيحة، وأنتم على حق. فاللي يقول هذا يكفر، اللي يقول هذا يكفر، اللي يقول إن الكفر حق وإنه صحيح وإنه دين صحيح هذا يكفر، يرتد عن دينه. نعم، ما يرضون إلا بهذا، أنكم تعترفون بصحة دينهم الباطل، وأن تتركوا دينكم، وأن تكونون معهم وتتركون المؤمنين، ما تكونون مع المؤمنين، تتخلون عن إخوانكم، تكونون في ولايتهم، ما يرضون بدون هذه الأمور. فاللي عنده استعداد لهذه الأمور ويتخلى عن دينه يرتد فليفعل هذا. ثم قال بعدها بل الله مولاكم، مثل ما قال الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، حسبنا الله ونعم الوكيل، الله مولانا. ولما قال أبو سفيان بعد الهزيمة وبعد القتل قال لنا العزة ولا عزة لكم، العزة الصنم اللي يعبدونها، قال الرسول صلى الله عليه وسلم أجيبوه، قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله مولانا
ولا مولى لكم. الله مولانا ولا مولى لكم. هذا هو الجواب الحاسم، هذا هو الجواب الحاسم اللي يقطع أطماعه. نعم.